أكثر من شهرين على انطلاق الدعاية الانتخابية، تخلو شوارع وتقاطعات محافظة ذي قار من صور المرشحين، وتشهد المحافظة عزوف المرشحين عن تعليق صورهم في الأماكن العامة، حيث لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للترويج عن برامجهم الانتخابية. تقرير هاني الحربي فيه التفاصيل. صور الضحايا والمفقودين في شوارع ذي قار لم تترك مكانا لصور المرشحين ودعاياتهم الانتخابية، فما ترسمه الدماء لا تزيله الوعود والكلمات. للمرة الأولى منذ انطلاق العملية الديمقراطية في البلاد تخلو شوارع المحافظة من الدعايات في التقاطعات والساحات العامة، رغم طول المدة التي منحتها مفوضية الانتخابات للمرشحين للترويج عن برامجهم الانتخابية. مرور أكثر من 60 يوم على انطلاق حملات الدعاية الانتخابية للأحزاب والمرشحين وفقا للقانون، إلا أننا نشاهد قلة في الدعاية الانتخابية، وخاصة الدعاية الانتخابية للمطبوعات والفليكسات في الطرقات وغيرها، واقتصار الدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي والاجتماعات واللقاءات المباشرة. هاي السنة بالنسبة للمرشحين يعني تختلف عن السنوات السابقة بكل شيء، يعني السنة ولا خلينا نقول ولا مرشح اجى طبع بالناصرية. ويؤكد مراقبون أن خصوصية محافظة ذي قار جعلت من المرشحين يعزفون عن نشر صورهم ووعودهم الانتخابية في الأماكن العامة، واقتصرت الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي وعقد ندوات في القرى والأرياف. النفوذ السياسي والجدوى الاقتصادية كلاهما لم يتحقق في الناصرية، أنت لا تستطيع تعليق صورك فوق صور الشهداء، لأن الحراك الشعبي اللي حدث بالناصرية يرى أن دماء الشهداء أكثر من مصداقية من كلام سياسي لم يتحقق لا في الواقع ولا على الورق. المشاركة بالانتخابات حقيقة يعني جدا ضرورية، وأصبحت أو تعتبر واجب وطني. العراق بشكل عام وخصوصا محافظة ذي قار طالبت بالتغيير وبذلة المال والنفيس من أجل هذه المطالبة، فيما يعلق بعض المواطنين آمالهم بالمرشحين المستقلين في تفعيل الدور الرقابي والتشريعي في الدورة الانتخابية المقبلة. من ذي قار هاني الحربي، الرابعة.